السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو جديد وزارة التربية فيما يخص الموسم الدراسي المقبل بإذن الله. قد تم دمج كتاب اللغة العربية مع دفتر الأنشطة، وكذلك بالنسبة لكتاب الرياضيات ودفتر الأنشطة، وهذا للسنوات الأولى والثانية ابتدائي. كان لديهم 4 كتب، أصبحوا في كتابين فقط، واحد خاص باللغة العربية مع أنشطته، والثاني خاص بالرياضيات مع أنشطته. أما المناهج والبرامج فقد بقيت على حالها، إلا منهاج التاريخ للسنة الثالثة ابتدائي فقد تغير كليا وأصبح بصيغة جديدة. بالنسبة للتفويج فهو باق للعام القادم، سيستمر نظام التفويج. أما بالنسبة لتنظيم امتحان سانكيام السنة القادمة فهو بمقاربة جديدة، هذا ما قاله وزير التربية دون توضيح لامتحان السانكيام كيف ستكون صيغته. إذا هذا هو فقط جديد السنة القادمة، أي جديد سنطلعكم في وقته بإذن الله.